السادة المشاهدين، السلام عليكم. العشبة ذات العيون الزرقاء Blue Eyed Grass هو أحد نباتات الزينة العشبية المزهرة. اسمه العلمي سيسي رينشيوم أنجو ستيفوليوم، ويتبع الفصيلة السوسنية أريداسي، ومعروف أيضا بالسرايا. أزهاره مبرهجة نجمية، حيث البتلات زرقاء والمركز أصفر، ومن هنا جاءت المسمى. أوراقها شريطية ضيقة النصل، وتتواجد في الغابات والأراضي الرطبة، مشهورة في أمريكا. يفضل النبات الأماكن المشمسة والتربة الرطبة ذات الصرف الجيد. يستعمل كنبات تحديد وتزيين الحدائق الصخرية، ويتم إكسار النبات بالبذور والتفصيص. وهنا صور للنبات المذكور. من عنده اقتراح أو موضوع معين فليكتبه في تعليقات. بارك الله فيكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم.